بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، إذا اشتد بك الكرب فافزع إلى دعاء سيدنا يعقوب عليه السلام. هذا النبي الكريم تعرض لشدائد لا يمكن لأحد أن يتحملها من البشر. كان مفعما بالأمل على الرغم من أن اليأس كان يخيم على كل من حوله. هذه الأدعية ينبغي أن نستحضرها اليوم أيها الأحبة، وبخاصة في عصر الشدائد الذي نعيشه اليوم. كما نرى من حولنا كثرة القتل وكثرة الحروب وضعف المسلمين وتآمر العالم عليهم علنا، فلا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل، لأن الحل عنده سبحانه وتعالى. هو القادر أن ينصر عباده، هو القادر أن يزيح الهم عنك أخي الحبيب، هو القادر أن يفرج كربتك. سيدنا يعقوب فقد ابنه المدلل يوسف عليه السلام، وهو يعلم يقينا من الله عز وجل أنه لم يمت وأن الذئب لم يأكله. قال لهم لبنيه: وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأنه فسر المنام الذي رآه سيدنا يوسف على أنه سيصبح ملكا لأعظم دولة في ذلك العصر، مصر. وبالتالي هو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، لذلك لم يكن مصدقا لرواية أبنائه الذين قالوا له وأكله الذئب، فأكله الذئب. انظر معي أخي الحبيب، أنا أريدك اليوم أن تتخيل شخصية سيدنا يعقوب، هذا النبي الصابر الواثق بالله الذي لم ييأس أبدا، بل كان يزرع الأمل والتفاؤل في قلوب من حوله. هذا النبي الكريم له عدد من الأدعية في سورة يوسف. والله كل دعاء يكفي إذا دعوت به أن يذهب عنك الله كل هم، وأن يزرع في قلبك الفرح والسرور والأمل. مضى أكثر من 40 سنة على غياب ابنه يوسف، يعني انظر إلى هذا الموقف الصعب جدا، وعلى الرغم من ذلك لا زال واثقا من الله عز وجل. ماذا قال لهم عندما يأس منهم ولكن لم ييأس من الله؟ قال لهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كلمات قمة في الروعة، قمة في الثقة. يعني أنتم خذلتم أخاكم يوسف وكذبتم على أبيكم وتآمرتم ونسجتم المؤامرات، ولكن أنا هذا الحزن وهذا البث، الضيق الشديد والحزن الشديد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هل فكرت أخي الحبيب يوما أن تدعو الله بهذا الدعاء؟ عندما يخدعك الناس، أقرب الناس يتآمر عليك، أقرب الناس يريد بك شرا، هل فكرت أن تتوجه إلى مالك الملك عز وجل وتناديه مباشرة بينك وبينه وتقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون؟ هذا دعاء مهم أخي الحبيب، استخدمه في حالة الشدائد حيث تتعطل الأسباب ولا أحد يجيبك. إلجأ إلى دعاء سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني
إلى الله. سيدنا يعقوب كان يزرع الأمل في قلوب أبنائه عندما قال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أنا أريدك أخي الحبيب أن تقرأ هذا الكلام، لأن هذا الكلام ليس مجرد معلومة يقدمها لك القرآن، ليس مجرد فكرة تطلع عليها، لا، هذا منهج حياة لك. أنت ينبغي أن تخاطب نفسك، تستحضر هذا النبي الكريم وكأنه يقف أمامك، وتردد ما قاله هذا النبي قبل آلاف السنين لأبنائه، وتقول أنت، قل لنفسك: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتذكر أن اليأس يساوي الكفر والعياذ بالله. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا الدعاء الثاني. الدعاء الثالث دعاء مهم جدا، دعاء مهم عندما تفقد الأمل من الناس، ولكن الأمل موجود في الله عز وجل. عندما يتخلى عنك الناس، عندما تجد نفسك وحيدا في هذا الكون، لا أحد يساعدك، لا أحد يلتفت إليك، لا أحد يهتم بك، تذكر أن هناك إلها عظيما رحيما هو الذي خلقك، وهو أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك وأبيك ومن أبنائك ومن الناس أجمعين. تذكر أن سيدنا يعقوب عليه السلام ماذا قال لبني؟ قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو الحكيم العليم. سبحان الله، انظر كل كلمة من هذا الدعاء، والله يعني هي مفتاح للأمل، مفتاح للصبر. انظر معي، حلل معي أخي الحبيب هذه الكلمات: فصبر جميل. يا رب، أنا سأصبر على هذا البلاء وعلى هذا الضر وعلى ما ابتليتني به، وسأصبر على هؤلاء من حولي الذين يمكرون بي، يريدون بي شرا، يحسدونني، يحاولون تضييق الحال علي، وهم قريبون مني للأسف. أنا سأصبر من أجلك يا رب صبرا جميلا، لتعلم يا رب أنني صادق في صبري هذا. بنفس الوقت، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بالرزق، يأتيني بالولد الصالح لمن فقد الولد، يأتيني بإنسان غاب عني، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وبالفعل عندما دعا بهذا الدعاء جاءه سيدنا يوسف وأخاه أيضا. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هذا الدعاء تدعو به في حالة أنك فقدت الأمل من كل شيء، فقدت الأمل من أن تشفى مثلا، عسى الله أن يرجع لي صحتي. يعني أن تقول هذا الدعاء وأنت تنوي وتطلب وتسأل الله، والله أعلم بحاجتك حقيقة. يعني إنه هو العليم الحكيم، عليم بحالي، حكيم، يستجيب في الوقت المناسب والزمن المناسب واللحظة المناسبة. ما معنى الحكمة؟ الحكمة أن تقوم بعمل مناسب في مكان مناسب في زمن مناسب مع الشخص المناسب.
فإذا تأخرت استجابة الدعاء أيها الأحبة لا يعني أن الله لا يستجيب، ولكن الله عليم حكيم. حكيم يعني يختار الوقت المناسب للإجابة. وكل واحد منا مر بتجارب كثيرة، منا يعني أنا مررت بتجارب كثيرة جدا، كنت أتساءل لماذا تتأخر الإجابة، وبعد أشهر أو أيام أو سنوات كنت أكتشف فعلا أن الإجابة ينبغي أن تتأخر، لأن هناك مصلحة لي وهناك خير لي. مثل إنسان تأخر زواجه، قد يقول يعني لماذا أخرني الله، لماذا لا ييسر الله لي هذا الأمر، ما الذي فعلته، ويبدأ وكأنما يشكو الله لعباد الله والعياذ بالله. هذا نوع من الكفر، احذروا أيها الأحبة أن تشكو الله لخلقه. أصبح عندك الخلق فوق الخالق، بالعكس أنت تشكو المخلوق للخالق وليس بالعكس. طيب هذا التأخر في الزواج، هناك امرأة هي ستكون من نصيبك، ولكن هذه الزوجة التي كتبها الله لك وفيها خير كثير لا زالت صغيرة لم تكبر. هذه الزوجة ظروفها الآن لا تسمح بالزواج، فيؤخر لك الله هذا الأمر لحكمة هو يعلمها، ولكن هذه الحكمة فيها مصلحتك أنت. إذن دائما عندما تضيق بك الأمور وتصل إلى مرحلة شديدة جدا، تذكر سيدنا يعقوب وقل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وركز على كلمة العليم الحكيم، الله أعلم بحالي وأعلم بما يصلحني وأعلم بحاجتي، لا داعي أن أشكو ولا داعي أن أطلب أصلا. ولكن دعاؤك هذا يعني انظر إلى سيدنا يعقوب عندما فقد ابنه وقالوا أكله الذئب، هل قال يا رب أرجع لي ابني؟ طب لماذا لم يدعو؟ ودعاء الأنبياء مجاب على فكرة. سيدنا يعقوب كان نبيا كريما، دعاؤه مستجاب. فعندما فقد ابنه فجأة وهو يعلم كذب أبنائه ويعلم أن الذئب بريء من دم ابنه، بكل بساطة كان ممكن أن يرفع يده ويقول يا رب أرجع لابني والله سيستجيب، ولكن إذا رجع ابنه كيف سيصل هذا الابن إلى ملك مصر؟ إذن هو سيدنا يعقوب يعلم أن هناك خطوات يجب أن تحدث، يعلم أن هناك أمورا يدبرها الله. لذلك أنت كإنسان عليك أن تصبر فقط، لا تطلب من الله شيء فيه شر لك، ولا تستعجل خيرا قد يكون في باطنه شر لك. ماذا قال؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا كل رد فعله كان. اليوم أيها الأحبة، عندما يصيب أحدنا ذرة من الهم، يا رب خلصني، يا رب، ويدعو، لا يا أخي، هناك تدبير، هناك أمور يدبرها الله، يدبر الأمر، هو الذي يدبر الأمر. فأنت عليك أن تصبر كما صبر سيدنا يعقوب. وعندما فقد ابنه الثاني وقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ماذا قال لهم؟ نفس العبارة، فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ولم يقل يا رب ائتني بهم، لا لا لا، انظر الأدب مع الله، انظر
الخوف من الله، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. أنت تتعامل مع إله الكون، يجب أن تتواضع. سيدنا يعقوب يعلم علم اليقين أن الله بيده كل شيء، ولكن الله يدبر لك أمرا يا أخي، الله يرتب لك الأمور، اصبر. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم، هو حكيم، أخر الإجابة لحكمة هو يعلمها. لأن سيدنا يوسف لو رجع إلى أبيه على الفور لما حدث شيء، ولكن ذهب إلى مصر وخاض في فتنة امرأة العزيز وفتنة السجن، واتهم بالفاحشة والعياذ بالله، حتى صعد إلى كرسي الملك. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاء سيدنا يوسف عليه السلام. لو أن الأب استعجل وطلب من الله أن يرجعه، والله سيستجيب، لا يرد دعاء نبي كريم مثل سيدنا يعقوب، لم يكن ليحدث أي شيء. ولكن عندما فوض الأمر لله، ما معنى؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما معنى المستعان؟ ما معنى أن تقول لشخص أنا سأستعين بك على قضاء هذا الأمر؟ يعني أنت تريح دماغك وهو يتولى الأمر. هذا معنى الاستعانة، أن تستعين بشخص، تستعين بشخص ليقوم بعمل ما. فسيدنا يعقوب قال لهم الله هو المستعان، يعني الله عز وجل هو الذي يتولى إدارة هذا الأمر، أنا فقط علي أن أصبر، أن أنفذ مشيئة الله. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في المرة الثانية وبعد 40 سنة، انظر 40 سنة مرت، بقي محافظا على نفس الموقف ونفس العقيدة. عندما قالوا له إن ابنك سرق، أخوه بنيامين الثاني، قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لذلك هذه الأدعية أخي الحبيب أرجو أن تحفظها، تكررها في الشدة وفي الرخاء، لا تنتظر الشدة. يعني أنا أقول دائما لا تنتظر الكارثة، خذ احتياطاتك وابدأ بالدعاء منذ هذه اللحظة ليجنبك الله الشر. لا تنتظر حتى يأتي الشر فتدعو، لا، ادعو الله كل يوم بهذه الأدعية، وادعو الله أن ينجيك من الغم ومن الكرب ومن الهموم ومن المشاكل والمآسي، وأن ينجيك من الذنوب والمعاصي ومكر الأعداء. إذن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، رقم 1. 2، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تتذكر أن اليأس كفر، انتبه. ثالثا، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وهنا تضغط على كلمة الحكيم، أي أن من حكمة الله أن يؤخر الاستجابة للوقت المناسب وفي المكان المناسب وفي الظروف المناسبة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.